وعاي الحركة دي هتسقفلي عليها. عاملين شوية متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ولا أي حاجة، عاوزك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اسكول الله قولوا لا إله إلا الله. طبعا احنا بقالنا يوديوين متأني ما عملناش مقدمة، ولكن يعني كنت والله كان في كام حاجة كده كنت لازم أعملها بسرعة، فكنت بمنتج في السريع كده وبرفع في السريع وبخلع. شتوني جدا، عايز أقول لكم بحبكم في الله. طبعا لازم تحبوني في الله، مش هينفع يعني أنا أحبكم وأنتوا ما بتحبونيش، ما ينفعش تمام، لازم بحب متبادل. الفيديو بتاع النهاردة فتحنا باكجات، طلعنا اللبسة الجديدة ودخلنا جربنا شوية الحبشخانات والحاجات الحلوة، فتحت بحظكم كتير قوي. أتمنى إن الفيديو ده يوصل 80,000 لايك، نطلع لايف تيك توك ومحتبين على تيك توك محتبين يا زميلي عشان نطلع لايف هناك ونظبط الكلمات. بس فمليان جمدان وحاجات حلوه وتفتيح باكجات، فقبل ما نبدا الفيديو بس لايك عشان اوصل الفيديو، يعني 10,000 لايك 10,000 لايك تيجي منك يا عمنا، ولا اشترك بالقناه عايزين نكمل 500,000 على الجرس، صلي لك كل يوم فيديو ساعه ونص قبل ليتس جو. هو ما بتصليش، لازم تصلي، ما تنساش دعاء لاخواتنا في فلسطين والسودان. قبل ليتس جو عايز اقول لك ان السبونسر بتاع حلقه النهارده في بوستر، هو ابلكيشن اتكلمت عليه سابقا، ولكن المره دي جاي اتكلم عليه في تحديث ببجي الجديد بالذات، لان هم عملوا لنا هديه 3 ايام مجانيه لاي حد هيحمله جديد، يعني اي مستخدم جديد هيستخدم الابلكيشن ليه 3 ايام مدفوع. حلوه قوي دي. عايز اقول لك ان البرنامج بيتميز بحاجات كتير، منهم اول حاجه ممكن تحمله على اندرويد الايفون البي سي، بيظبط لك البنج، بيسيستم لك الدنيا كده، مثلا البنج يدفع 80 لا هو ايه يعمل لك كده واحده دروب، كمان زاد الفريمات لو حسيت ان الجهاز وقع فريماته بيحاول معالجه لك. واحلى حاجه فيه اللي هو جميع الالعاب سواء الاندرويد او الايفون، لو جيت قارنته بالبرامج الثانيه هتلاقيه هو بنسبه كبيره من احسن البرامج اللي بتزود البوست في الفريمات. تقلقش ما فيهوش اي بان وما فيهوش اي حاجه، بس هسيب لك رابط الابلكيشن في الوصف، حمله واستمتع بالثلاث ايام المجانيه باذن الله هيعجبك، لو عجبك ودي على ضمانة رشوش جيمنج وبرنامج من ناس من كويسين وراجل مظبوط وصح الصح وكبده 100 100. ليتس جو. صلاة على النبي يا جدعان، نبدا اول واحده نسخن بيها، يلا بينا. ابو انا ايه ده، دي عمله دي ولا ايه دي؟ دي العمله اللي المفروض تجيب العمله الثانيه 50 منها. طب تمام، دي بحظ كل واحد يا جدعان. طيب شغال حلو، خلصونا يا باشا. يلا يا جدعان بحظ كل واحد، صلوا بينا على النبي، صلوا بينا على النبي وبسم الله المعين. زيبكش عملة؟ الله عليا الله عليا الله اكبر يا عم، اول عملة يا ايه. طب عايز كله على صلي بالله على النبي تاني، يلا يا عم اتخنم ما تقرفناش. ايه قصة النوم دي؟ ايه حبكة النوم دلوقتي؟ مش فاهم يا ابني. اللايف عندي صورة سودة يا ابني، هو في ايه؟ مش عارف يا اسطى والله، برضه بيقطع. طب هنعمل ايه؟ مش هينفع لسطة يا جدعان، لو لسطت كل سنة طيب. صحيح هو بيقطع، مش عارف بيقطع ليه. طب هو يعني قالوا في بيننا يا جدعان، اللي مش مشغل شغل بيننا اشتغل طلع عندي في بي ان، يعني هم راح يحملوا في بي ان عشان يجوا يتفرجوا عليا. اقول لك انا ما اتفرجت عليه، اقول لك انا فضيله احمل في بي ان واشغله مش عارف ايه. هقعد لكم في لايف تاني، هظبط الاعدادات بقى واظبطها واطلع لكم لايف تاني. اللايف ده شكله مش عارف هي إيه، بدايته مش مشتركه بالتفاؤل. لعيب النت ايه بس يا جدع، واحد لله في قلبه. ممكن بعد بقى لما النور يجي، بعد لما النور يجي باذن الله اطلع لكم تاني بسم الله المعين. ويلا بينا مظبظ، ودي بحظك يا مظبظ يا جيمنج. بيو بيو خد عملة. ايه ده اصلا ده؟ بعتهم لي بقى. حاضر. طب بحظك ايه ده يا جيمنج؟ كان زمان بقى. ايه ده؟ بعتهم لي. طب بحظ رشوش جيمنج. الله. بعتهم له. ابعتها له. زيبكش يلا خد عملة. عيب عليك. عيب عليك انا مش صغير. افتحها بحظك بقى. بقول لك يا ايه ده؟ نجاوب فتحتين هنا؟ ايه ده يا فندم؟ نجاوب هنا؟ رش والله ما ليها لازمه، هتخسر البلد في 200 شده وخلاص، انا عارف انا بقول لك ايه. يلا بينا، بسم الله المعين وبحظ كل واحد يا جدعان، هيصلي بينا على النبي ودوسوا لنا اللايك المتين في الحلقه، يلا بينا. لبسه. يا جدع بقى عايزين لبسه. هو انت جربت ده سكيب اصلا؟ يلا بحظ الاشتراكات يا زميلي. بس هنكمل 500,000. اوبا اديني سكول الدين والايوه. عايز ايه من الباك كده؟ عايز البدله. عايز البدله دي كده، البدل والحاجات دي كده. طلع مصمص. لا 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 هنعمل خدعه، هنعمل خدعه، هنخدع اللعبه. بس مع بس دوس على ايه؟ على كيو بي زد. ماشي، دوس على اللي جنبها كيو بي زد، اطلع افتح سكيب. واللعبه بتاعت مصمص جيمنج بتقول لنا مصمص جيمنج هتبيت قد الدنيا. اوه زي بيكش بيكش بيو 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 بيو
حبيب قلبي يا اخويا الشعبيه جيجل ابو جلاجل، يلا يا انت فوق الباكج ده بيو. الشنطه يا زميلي، الشنطه يا زميلي، يلا يا انت فوق الباكج ده وبيبي، وخد واحده عملايه. الله 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 الله. طب يلا يا انت، انا بقى عملايه ثانيه اهي. يلا يا انت اوبا مولوتوف، ودي اديله بسبايدر العنكبوت. بيبيو بيبيو بيبيو، وماله حد اقول لك ايه؟ قول ابعتها له. ماشي ابعتها له، وبيقول لك خد اللبس اهي. ابعتها له ابعتها له، بقول لك هتيجي 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 يبي زد في اللي جايه. ابعتها له ثلاثة، ابعتها له متيا الودي. طب ابعتها له يعني، اخر واحدة هتبعتها له ولا هتبعتها له؟ لا 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 عادي. يا نهار ابيض، ليه 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 بس ليه بس؟ حلو حلو حلو. كمل بيبيو عملة دي، دي عملة كبيرة حبيب قلبي. بقول لك ايه، كمل يا رش، كمل كمل على الجنب على الشمال يا رش. فاضل 6 واحده هتبقى على 200. كم ده 250 احا 250 فاتحه على 196 عشان تجي لك عمله. دلوقتي انت معاك يا صاحبي 6 عمله. اه باشا معايا يا باشا، نجيب الفاتحه يا باشا، هنخش كده يا باشا. بس ما طلعناش الكوبي زد، بس ماشي كوبي زد بثلاثه. اه شفت، عايز مصاريف، عايز مصاريف كتير قوي. طب يلا بينا واحده لبسه يا باشا. وهنا قال لك ايه؟ بيبيو بيو. يا نهار ابيض على التنفس الصناعي، تنفس صناعي اكسجين طبيعي. وهنا قال له ايه؟ قال له بقى نحول الشخصيه، نحول الشخصيه يا عم بوعي بلا الشعر ده. يلا بينا والابيض. والله اوكي يا عم بوعي فكرتني، والشنطه وريني كده. بقول لك يا مزمز، يلا واحده دوس كواد وزي بيكش بيكش. بسم الله يا رب. حبيب قلبي اخويا الاوزي، بس يوزي ام بي لو بكيسي كمان. حبيب اخوك انا فنش لك يا زميلي. ده ضابط خلعوه. الله عليك يا يوسف. جيمك عمل ايه؟ بس يا زميل انتوا قلت لكم الناحيه دي، رحت لكم الناحيه الثانيه وماله؟ تعالى صاحبي، يلا صاحبي اللي بعده. يلا لك تعالى كده، تعالى كده، تعالى زي ما انت كده. يلا غو، يلا بينا هزم مع بعض. بلا بودي بلا مش بودي يا باشا، انا مسيطر في اي حته يا باشا. والله نسيت انا كنت مش عارف ايه. بص الثاني بيضرب، بص ايوه ايوه بشوف ايه. مين طب يلا يا انت شوف بقى. انا مش حبيبك يا يلا. كل ده سببك يلا، كل ده سببك يلا. زنات زنا يلا بلا بلا سببك. هو هيشوفني كده؟ ده لسه فوق. يا اسطى ما بتلحقهاش يا اسطى، ما طلعتش اصلا. نعم احمص احمص. يا نهار ابيض، مشكله انذبحت، انا انذبحت. خطفتك خطه ايه؟ ايه ده؟ ده في ياما قوي يا عمر. الوزي طيب، ماشي
اصلا هي النفس. فايت بقاله ساعة. مش عارف ايه الفايت الطويل ده بصراحة. فايت بقاله ساعة. اهو. مش عايب وشه. تعالى يا ابني. ضرب من ايه؟ ايه ده استر؟ يا ابن الجزمة اوعى توقع. عيال غريبة قوي يا عم. اللعبة ده يا عم ليه بيلعبوا كده يا عم؟ ايه ده؟ بوت سرقوا اصلا. بوت سرقوا اصلا. بوت سرقوا يا عم. يا عم موت. ايه ده؟ ما بوتش ليه ده؟ سبايدر مان. سبايدر مان. بيبسي مان. بيبسي مان. اوبا وش جوه ليه؟ لا بقول لك ايه وعاي الحركه دي هسقف لي عليها. بقول لك هسقف لي عليها. بقول لك ايه شغل دي بيساب بقى. بص يا زميلي تضرب ضربه فوق وتنزل جامب وتقعد تحت محدش يسمعك. عيب عليك ولا بتاع ولا بتاع مخلل. تعالى حبيبي. تعالى حبيبي اخوك. لا مفيش كفر يا حبيب اخوه. فيسبوك خليك ماسك. اوعى نوك. بس هات هات هات. ود ود بتهيل انت. يو هيل يو هاف هيل. وليه يا اسطى؟ ليه؟ ليه؟ بنلعب ماريو هنا. وليه وليه وليه؟ 920 فالف. يا نهار ابيض يا عيل ابوي. الحقنا يا وعي يا زميلي. انا عامل 2000 في 1000 الوحشه وعي. ممكن اشفطك من جوه البيت دلوقتي؟ لا مش للدرجه دي. مظبوط. ايوه حلو. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. بس يا باشا دخل الشباك دي بتاعتي يا باشا. يا لهوي والله اللي كان هيخش. بصوا كنت هشيله وارميه. ايه يا عم؟ ايه يابا؟ يا عم بلا ام فوق الترجي بلا ام خا يا عم. ايه اللي انت عملته ده؟ يلا هاي جامدة قوي. مش جامدة بس بقول لك المفروض ترجي. المفروض ترجي. المفروض ترجي ايه بس؟ خوذة يا زميلي عشان الخوذة. ما كانش معايا خوذة. شوفها يا عيني دماغه بقت زيي. لا يا ابني مستوى يا ابني. واضرح فين؟ خدي.
صعبة قوي صعبة قوي. صعبة صعبة صعبة. تايمينج ده 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 ابو حودة ده بقى. ده ابو حودة. ده ابو حودة ده بقى. ده ابو حودة تايمينج. ده اللي معلمهم بقى التايمينج ازاي. العلبة بتجي العلبة دمج. بص يا اسطى بص يا اسطى قول لي يا اسطى مش عايز اشتم يا اسطى. انا عاوز ارتاح يا مو سهل سهل. قولوا دي قولوا دي كمان قولوا ده بس شو جندي كمان. حبيب اخوك حبيب سولو صاحب سولو يا نهار ابيض يا زميلي يا لهوي. ولا واحد مشكلتي في الله اكبر ربنا بيعوض اهو. اقعد بس على جنب يا اسطى. ايه الكمبا دي يا اسطى؟ يا اسطى انا تعبت. ما تلموش خليه عنه. امسك دي بي اس تاني معانا. ماسك دي بي اس اصل كان عكاني. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.